عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون. هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل. بالصبر هيحلى وهيهون، يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا، وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقلنا، واللي بينوي بجد بيقدر، لما يهل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحريتنا. مشاهدينا اهلا بكم في برنامج من سيزرع المليون. بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه العالم كله بيمر بازمه كبيره جدا، وهي ازمه فيروس كورونا المستجد او كوفيد 19. الحقيقه هذا الفيروس وحد كل دول العالم في تجاه هدف معين، وهو محاربه هذا الفيروس والبحث عن حل ليه، إيجاد اللقاح أو علاج ليه. لكن حتى الآن رغم مرور أكثر من 4 شهور فشلنا في الوصول إلى حل لهذا الفيروس. الحقيقة وصل النهاردة عدد المصابين به لأكثر من 1,000,000 بني آدم على مستوى العالم. الوفيات بتاعته بلغت حوالي 50,000 بني آدم على مستوى العالم. الحقيقة الدول العربية ومنها مصر الأقل في معدلات الإصابة، وده بعد جهود كتير من الدولة ومن الحكومة ومن جميع الوزارات. ونتمنى من الشعب المصري الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية والجلوس في المنازل، ابقوا في المنازل. لكن هذا الفيروس أيضا أثر تأثير كبير على قطاع مهم، وهو قطاع الزراعة، اللي رغم حظر التجوال وتعليق حركة الطيران لكن بيشتغل وفي شغل كتير. احنا معانا اهم ملف النهارده هنتكلم عنه، وهو ملف الصادرات الزراعيه. معانا الدكتور احمد العطار، رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي بوزاره الزراعه. دكتور احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور احمد. كنا عاوزين نعرف من حضرتك ازاي او ايه ابرز الاجراءات اللي خدها الحجر الزراعي المصري لمواجهه الازمه المتعلقه بفيروس كورونا المستجد. ايه الاجراءات الحجريه اللي خدمت الصادرات الزراعيه في مصر؟ طبعا زي ما حضرتك عارف، الحجر الزراعي احد اهم الاجهزه الحيويه في البلد، واللي هي ما ينفعش تتوقف وما ينفعش تتخاذل ولا تخفف من عملها بسبب الازمه الموجوده. طبعاً ازمه كورونا زي ما احنا شفنا في قرارات رئيس مجلس الوزراء ان يتم تخفيف العماله وتخفيف التواجد، لكن للاسف طبعا الحجر الزراعي احد زي ما قلنا احد اهم الاجهزه الحيويه، فاحنا ما قدرناش مفتشي الحجر الزراعي بيشتغل وما قدرناش نخفف منهم العدد بسبب التواجد بتاعهم المكثف في المواني وفي المحطات ومراكز التعبئه. مفتشي الحجر الزراعي بيقوموا ب اداء يعني شغلهم 24 ساعه في اليوم للحفاظ على سمعه الصادرات الزراعيه والحفاظ على معدل التصدير، او تعويض اي اجراءات او اي دواعي او تداعيات سلبيه لازمه كورونا. بنشوف المهندسين حجر الزراعي بيفحصوا في محطات التعبئه ومحطات ومراكز التعبئه والمفارش وفي المزارع اللي هي فيها فحص،
وبيسحبوا العينات وبيودوها وبتروح العينات عشان تتحلل، وبعدين يطلعوا من المزارع ومن المحطات على المواني عشان يباتوا فيها، وعلشان يفضل كملوا عملية شغال التصدير. والاستيراد شغال. فاحنا الحجر الزراعي الحمد لله يعني بيقوم بعمله على اكمل وجه في على مدار 24 ساعه في الاسبوع. طبعا انا يعني بنتهز الفرصه عشان اشكر جميع المفتشين الحجر الزراعي وجميع العاملين في الحجر الزراعي على المجهود اللي بيعملوه في الفتره دي وفي وسط المخاطر وفي وسط الظروف اللي احنا فيها دي، وهم ما بيقدروش حتى ياخدوا اجازه. يعني حتى الناس اللي دكتور احمد اللي بالنسبه لمعدل التصدير هل تاثر بصوره طبعا عبنة؟ زي ما حضرتك عارف كل الدول العالم عملت قيود على حركات الطيران وحركات وعلى الحدود بتاعتها، فطبعا ده بيأثر بالسلب على التصدير على مستوى العالم بالكامل. لكن احنا نقدر نقول الحمد لله عندنا في مصر تأثرنا بالصادرات او تأثر الصادرات الزراعية بسبب أزمة كورونا الحمد لله مش كبير قوي، يعني في حدود ال 15% مثلا، من 10 ل 20% متوسط على حسب المحصول. وطبعا زي ما بنقول ان احنا عندنا الحمد لله وفرة في الانتاج اللي هو يكفي السوق المحلي، وزيادة كالعادة بنصدر فقط من فاضي الانتاج، ولكن الصادرات الزراعية اثرت حتى الان تأثر الحمد لله محدود بالنسبة للوضع العالمي وبالنسبة للأزمة. طب دكتور احمد السؤال الثالث وهو البقوليات، بالنسبه لقرار الدوله بحظر تصدير ايه وصلنا لايه يعني في خلاصه بس؟ في البقوليات هو كان القرار صدر بحظر جميع الاول حظر تصدير جميع البقوليات من وزاره من السيده معالي وزيره التجاره، لكن طبعا احنا تواصلنا مع وزيره التجاره وطلبنا استثناء الفول السوداني والبسله الخضراء والفاصوليا الخضراء، وتم الاستجابه لطلب وزاره الزراعه وتم استثنائهم. وامبارح تم اختارنا ان تم استثناء ايضا الفاصوليا البيضاء وبعض المعلبات البقوليه. فهو الوضع الحالي دلوقتي فيما يخص الحجر الزراعي اللي هو بيفحص المنتجات الطازجه، احنا كده بالنسبه لنا مستثنى الفول السوداني والبسله الخضراء والفاصوليا الخضراء والفاصوليا البيضاء. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي وزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك. كمان قطاع اساس القطاع الزراعي هو الفلاحين او المزارع. احنا معانا الحاج محمد برغش الفلاح الفصيح يقول لنا ايه يعني التاثير الخاص بهذا الفيروس على الفلاح والمزارع المصري وايه اللي بيحتاجه خلال الفتره اللي جايه. حاج محمد اهلا بك يا فندم، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل شهر شعبان فتحه خير على مصر وعلى العالم كله، وربنا سبحانه وتعالى يعفينا من البلاء والوباء ويحفظ مصر مما هي فيه. وانا ارفع القبعه الى القياده السياسيه بدءا من سياده الرئيس الى اصغر عامل في اي مستشفى. شكرا على الاداء الرائع طبعا الذي نراه، ولولاه لكنا في خانه اخرى. اللهم احفظ مصر واحفظ العالم كله يا رب يا حاج محمد. اما فيما يتعلق بالزراعه فحضرتك عارف ان احنا طالعين من حاجتين اللي هي لا مؤاخذه المطر اللي جه والعواصف الترابيه وكورونا، فثلاث حاجات مظلومه مع بعضها. طبعا بالنسبه للعواصف والامطار كان لازم من معامله الزرع بمعامله معينه حتى يستقيم الزرع ويقف ويعود اليه صحته. تضرر ما تضرر ونجا ما نجا، الحمد لله رب العالمين. طبعا كورونا فرضت علينا اجراءات رهيبه جدا داخل المزارع، يعني انا النهارده لما احب اجمع فلفل ما بجمعش خطين جنب بعض، بمل عيل في خط واسيب خطين والتاني في الثالث عشان احتفظ بمساحه بعدم القرب وكذا وكذا. لازم نجيب له كل ادوات السلامه، لازم نجيب كل ادوات الوقايه، لازم لكن نعقب كل شيء كذا كذا. حاج محمد بالظبط ايه اللي الفلاح محتاجه خلال الفتره دي باعتبار ان الفلاح هو الوحيد اللي ما زال مستمر ومنتج رغم كل الظروف؟ والله يا سيدي الفاضل احنا عندنا امانه لا تتجزا. الفلاح امنه ربنا على غذاء المصريين، ومش عاوزين حاجه من حد، لسبب لان احنا لو كنا مثل الاخرين كانوا نزلوا لنا السولار اللي بنرو بيه والكهرباء اللي بنرو بيها زي اخواتنا رجال الاعمال، خفضوا لهم الغاز وخفضوا لهم الكهرباء. فاحنا المفروض نتساوى، لما نتساوى نبقى نطلب يا شعبان بيه. فدلوقتي احنا متطوعين لله في خدمه وطننا مهما تكبدنا من خسائر، مش عاوزين الا من ربنا. ثانيا حضرتك كنت بتتكلم على قرار منع او فتح او كذا اللي هو البقوليات.
ماشي يا فندم. احنا كفلاحين فرحنا بالمنع عشان مصر تاكل رغم ان احنا اول المتضررين. والعلم حضرتك النهارده بتدفع طن الفاصوليا البيضاء من 14000 جنيه ل 18000 جنيه، والفلاح هو اللي اتضرر لان لما انقفل السعر نزل السعر 4000 جنيه، النهارده رجع ل 18000 جنيه ثاني لما اتفتح القرار بعد المنع بثلاث ايام، احنا اللي اتضررنا واتلسعنا واتخربت بيوتنا. ماشي يا فندم؟ فالمفروض لو الدوله هترجع بقرارها بتاخده ليه؟ بتحرجوا للبينا ليه؟ بتخسرونا هم ليه؟ هم حاجات معينه، حاجات معينه يعني. حاجات معينة يعني بعض الحاجات علشان ما ينفعش، علشان في زيادة فيها في المنتج المصري. شكرا حاج محمد برغش الفلاح الفصيح، شكرا جزيلا لحضرتك. عندنا من القطاعات المهمة والمتأثرة بهذا الفيروس أيضا هو القطاع الداجني. إزاي القطاع الداجني ممكن يتأثر بهذا الفيروس؟ احنا معنا الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. دكتور عبد العزيز اهلا بيك. يا ريت تسمعنا من تليفون يا دكتور. معلش انا سامعك من التليفون والله، انت صوت قطع من عندك. تمام يا دكتور. يعني ازاي كيف تاثر قطاع الدواجن بفيروس كورونا، خاصه ان كان في ازمه من تقريبا من اسبوع و10 ايام ما نعرفش اتحلت ولا لا، وهي الخاصه بسيارات المحمله بدواجن. وصلنا لايه في الازمه دي والتفاصيل الوضع ايه دلوقتي؟ انا عايز اوضح بس ان الحمد لله القطاع جيد، القطاع متعافي، انتاجي جيد جدا الحمد لله فضل من ربنا، القطاع منتظم في الانتاج. اكبر مشكله بتواجهنا يمكن هي المشكله اللي حدثت بعد صدور قرار معالي رئيس مجلس الوزراء 768 ل 2020 والخاص بالنقل. حصل مشاكل في اول يوم، وقفت كل السيارات من اسوان الى اسكندريه رغم ان القرار لا يمنع تحركات السيارات ونقلها. وحضرتك تعرف تماما ان الجلب للدواجن لا يتم الا ليلا، فكان اكبر مشكله بتواجه الناس كيفيه التحرك، كيفيه ان هم يتم بجلب الدواجن. وخلي بالك دي سلعه استراتيجيه مهمه لكل افراد المجتمع طبعا. فاذا حدث ان في تاخير او الى اخره من الممكن تؤدي الى ارتفاع الاسعار للشحيه في ظل ان احنا بنتبع اليات العرض والطلب اللي انا ما بحبهاش. طب احنا الوضع ايه دلوقتي يا دكتور؟ تواصلنا مع معالي وزير الزراعه واتكلم طبعا المسؤولين والحمد لله الموضوع اتفك، وكلمت الدكتوره نيفين جامع معالي وزيره التجاره والصناعه، وايضا تحركوا تحركات ايجابيه والحمد لله الوضع مستقر النهارده، ما فيش اي مشاكل بتواجهنا، ما حدش كلمنا على اي مشاكل الحمد لله. دي جزئيه مهمه جدا بالنسبه للتحركات، ما فيش مشكله. بس عايز اوضح ان الاسعار النهارده زي ما حضرتك قلت ان حصل تاثر، ارتفعت الاسعار الى 31 جنيه اثناء الازمه، الحمد لله النهارده في تراجع يصل الى 20%، النهارده الدواجن 25 جنيه في المزرعه تباع ب 30 31 جنيه، يعني الوضع مستقر، انتاجي جيد جدا، التربيه المنتظمه ممتازه، وايضا انا عندي تربيه ريفيه ايضا بتوازي تقريبا انتاج 1.3 مليار، يستطيع ان يؤدي الى اكتفاء ذاتي يصل الى 98% من احتياجات الشعب المصري. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني الحمد لله الازمه اتحلت في القطاع الداجني، ووزاره الزراعه استجابت لطلبات المزارعين وطلبات مربين الدواجن. فيروس كورونا هل ممكن يصيب القطط والكلاب؟ هل ممكن يصيب الحيوانات الاليفه؟ هل الحيوانات الاليفه ممكن تمثل خطر علينا كمربين لهذه الحيوانات او مقتنيين لها؟ احنا معنا الدكتور علاء الخولي استاذ هندسه وراثيه الفيروسات بمعهد بحوث الامصار واللقاحات، وكيل ووكيل المعهد معهد بحوث الامصار واللقاحات وزاره الزراعه. دكتور علاء اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. السؤال الرئيسي بتاعنا، هل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ممكن ينتقل للحيوانات الاليفه، ممكن يصيب الكلاب والقطط ولا لا؟ هو الاول برحب بحضرتك وبالبرنامج بتاعك المحترم. بحب اوضح حاجه مهمه جدا حضرتك، فيروسات كورونا دي عائله كبيره جدا. في منها فيروسات خاصه بالحيوان، فيروسات خاصة بالطيور، فيروسات خاصة بالإنسان، فيروسات خاصة بالخفافيش، واخد بالك؟ فالفيروسات دي سواء كانت فيروسات كورونا أو أي فيروس آخر، لازم نعرف إن هو في تتبع نيكلوتيدي أو تتبع بروتيني معين بيبقى موجود على سطح الفيروس هذا، الفيروس هذا، وبيكون ليه مقابل على الخلايا اللي بيصيبها في جسم العائل سواء كان انسان او حيوان او طير، وفي كمان في السمك.
لازم يتعرف على هذه المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلية، وبناء عليه يحصل الالتحام أو التلاصق على سطح الخلية، ويقدر يبتدي عملية العدوى داخل الخلية ويصيب. في غير ذلك لا يمكن هو يصيب الخلية دي. وبالتالي كل كائن حي ليه نوع خلايا ومقبلات عليها خاصة بهذا النوع من الكائن. وبالتالي الفيروس اللي مثلا بيصيب الإنسان مش المفروض انه يصيب القطط والكلاب والخفافيش وغيره. الفيروس اللي بيصيب الكلاب والقطط والحيوانات مش المفروض انه يصيب الإنسان. يعني احنا بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، لان في حملات دلوقتي بإلقاء الكلاب، كلاب المنازل في الشوارع اللي تمنها غالي بتترمي في الشوارع بسبب خوف الناس وزعرهم من ان ممكن الكلب ده ينقل لهم الفيروس. هو حضرتك ده خوف غير مبرر ولا يستند الى صحيح العلم، لان الحقيقه ان الفيروسات الخاصه بالقطط والكلاب عاده القطط في فيروسات كورونا خاصه بيها بتسبب لها التهابات معويه ونزلات معويه شديده. اللي بالنسبه للكلاب في نوع بيصيب الفيروسات الكورونا اللي بيصيب الكلاب تعمل لها اعراض تنفسيه، وفي اخرى بتصيبها تعمل لها اعراض نزله معويه. يعني كل ان كورونا ده عائله، وكل فيروس من كورونا بيطلع منهم خاص بعائل بتاعه. لكن في الفيروسات الكوفيد 19 او غيره ده مشتق زي ما حضرتك كده عرفت ان هو ده مصدره الخفافيش اساسا، اللي هو بيسموه الشر البيولوجي الثامن في العالم. واكل النمل الخرشوفي برضه. الفيروسات دي اللي هي بتاعت الكورونا عندها خصوصيه التحور الشديد بسرعه نتيجه بعض الاخطاء اللي بتحصل اثناء التقاطر بتاع الفيروس في الحمض النووي بتاعه الريبوزي. وبالتالي هذه الاخطاء بينتج عنها تحور في التتبع النيوكليدي الخاص بالفيروس. وبالتالي هذا الفيروس يبتدي يحور نفسه ان هو يقدر يصيب هذا الكائن الجديد، فبياخد وقت عشان يوصل للمرحله دي. انما لو انا عندي قطه او كلب فبس او اي حيوان اليف بقتنيه في المنزل، فهو المفروض ان هو يعامل معاملة كل الإرشادات الصحية، الإجراءات الاحترازية وإلى غيرها. يعني أنا أعتبره إنسان زي واحد قاعد معنا في البيت. أنا بشكر حضرتك دكتور علاء الخولي أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث الأمصار وكيل المعهد، شكرا جزيلا لحضرتك. إحنا هنطلع لفاصل، معنا كمان الدكتورة حنان دعبس مدير مؤسسة حماية حقوق الحيوان. أستاذ حنان أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ. ربنا يخلي حضرتك يا رب. زي ما الدكتور علاء اتكلم استاذ الفيروسات وكيل معهد بحوث الامصار واللقاحات، واكد ان الفيروس لا يصيب الحيوانات الاليفه او القطط او الكلاب. انا عاوز تعليق من حضرتك الوضع دلوقتي، خاصه ان في حملات بالقاء الكلاب والقطط في حتى كلاب المنازل في الشوارع. تمام. هو في الحقيقه للاسف في اتجاه لكده فعلا، واحنا شخصيا اخذنا في الملجا عندنا 45 كلب في الاسبوعين اللي فاتوا اهلهم اتخلوا عنهم ورموهم في الشارع بغض النظر عن حالتهم الصحيه او عن سنهم. وفي كلاب كتير ماتت طبعا ما لحقناش ناخدها او ما نقدرش ناخدها نتيجه لعدم وجود مكان يعني. ودي طبعا تصرفات في منتهى القسوه ضد الحيوانات، لانهم ما بيعرفوش يعيشوا في الشارع وبيتبهدلوا وما بيعرفوش ياكلوا وما بيعرفوش يعملوا حاجه خالص لانهم ما تعودوش على كده. وانا اظن ان في دخل لكده انه موضوع المنشورات اللي بتتداولها وزاره الصحه اللي بتتحط في كل مكان دلوقتي، اللي بتقول ان الفيروس بينتقل من الحيوان، هم يقصدوا بيه الحيوانات البريه، ولكن في الحقيقه البوستر او المنشور يعني اللي معمول في صوره كلب، فانا مش فاهمه صوره الكلب دي موجوده ليه؟ موجود صوره وطواط بينتقل للكلب وبعدين البني ادم، وده مش حقيقي طبعا، لان منظمه الصحه العالميه اكدت ان ما فيش علاقه بين الكورونا فيروس اللي بيجي للحيوانات الأليفة. طب يعني أنا عاوز حضرتك توجه رسالة لمربين أو المقتنيين أو أصحاب الكلاب المنازل في ظل الظروف دي. الرسالة هي احتفظوا بحيواناتكم الأليفة،
اولا لانهم ما لهمش اي علاقه بكورونا فيروس اللي بيتنقل للانسان، ولا يمكن انهم يصيبوكم بالمرض. ان الكلاب والقطط دول في البيوت ما تقدرش تعيش في الشارع، وكنت مسؤول عنها ومسؤول عن حياتها، وحرام ان تتعرض. انا بشكر حضرتك جدا استاذ حنان دابس مدير مؤسسه حمايه حقوق الحيوان. في مشكله في الصوت، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا نطلع الفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا المهندس فارس عيد استشاري زراعي بشركه افرولاند، هنتكلم عن الاستثمار في الصحراء في ظل كورونا. نطلع الفاصل وانتظرونا. مصري صون ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. عشان ابنك وابني أفرولاند إدارة تسويق تنمية.
مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. هل حد فكر فيكم يروح يستثمر في الاراضي الجديده في الصحراء؟ يعني ايه المخاوف الخاصه بالاستثمار في الاراضي الجديده؟ طيب ايه المميزات اللي ممكن تخليك تروح تستثمر هناك؟ هل هناك وسائل او طرق اسهل للوصول للاستثمار وتحقيق فوائد كبيره من هذا الاستثمار؟ احنا معنا المهندس فارس عيد استشاري زراعي بشركه افرولاند. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. مش مهندس، شركه افرولاند من الشركات المهتمه او المتخصصه في اداره المشروعات والاستثمار في الصحراء، ليه اكثر من مشروع في غرب المنيا، في العالمين، في وادي النطرون، في اكثر من محافظه سواء مطروح او غيرها. انا عايز اعرف من حضرتك من خلال خبراتكم من خلال تجاربكم ايه المميزات اللي ممكن تدفع شاب انه يستثمر في الاراضي الجديده؟ هو في اكتر من حاجه حضرتك اللي تدفع الشاب انه او غير الشاب، يعني سواء مستثمر او اسره او عائل او اي حد اي حد ممكن يروح يستثمر. اي حد يستثمر، انا من وجهه نظري الاستثمار في الاراضي الصحراويه النهارده بقى من محتم على كل فرد يتجه هذا الاتجاه لعده اسباب. رقم واحد، المساحات الزراعية تتقلص. الحاجة التانية، اللي كان عنده فدان اتقسم على 4 وعلى 5 وعلى 6، بدأنا نفتت الرقعة الزراعية. طب ايه المانع ان يترك لفرد ثم اتجه انا الى مكان اخر واشتري ارض زراعية وابدأ ازرع فيها الزراعات التي تناسب المكان. النهاردة الاراضي الصحراوية بصفة عامة بتصلح لأنواع كثيرة من الزراعات. يعني عندنا مثلا وليكن غرب المنيا وعندنا وادي النطرون بيصلح للزيتون والتين الشوكي والتين البرشومي وزراعة الزيتون، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا، وبتعود بعائق كبير على المشتري لهذه الأرض. فإذا كمان حاجة أستاذ شعبان، النهاردة في ظل الظروف اللي احنا عايشينها النهاردة حجبت الناس داخل بيوتهم. النهارده لو هو عنده مكان هيروح يستجم فيه، يستجم فيها. ده كمان مش استجمام وبس، استجمام بيراعي الارض، بيتحرك، الجو طلق، بتديله طاقه ايجابيه هو واولاده. بعد كده حتى ما بيرجع شغله بيبقى عنده استعداد ويكسر الملل اللي هو عاشه. لو ممكن يزرع كمان شويه خضار وياكل، يعني زراعات اورجانيك كلها، ويبقى من ايده وهو مطمن، ما عندوش تخوفات من اي حاجه. صح. الحاجه الثانيه ان المكان المتسع والهاوي والجو النقي بيبقى طبعا ليه نفسيه كبيره على الناس. طب ازاي لو احنا عاوزين ناخد الخطوه دي؟ يعني الناس كلها بتعاني من ان في شكاوى من ارتفاع اسعار الاراضي، في يعني مخاوف من الواحد ياخد الخطوه دي، ازاي ممكن نستثمر في الاراضي؟ ايه الطرق واسهل الطرق اللي ممكن نستثمر من خلالها في الاراضي او نحصل على قطعه ارض ممكن تكون باسعار بسيطه بالنسبه للمزارعين، بالنسبه للشباب او بالنسبه للاسر او بالنسبه لغيرهم؟ يعني الحقيقه احنا عندنا الشركه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق رئيس مجلس اداره، صدر قرار كان امس بانه الاراضي الزراعيه في متناول كل فرد بتيسيرات عاليه جدا، وهم ممكن يتواصلوا على ارقام الشركه وهيعرف من خلالها ومن على الفيسبوك الاستثمارات والتيسيرات اللي عملتها الشركه من اجل كل فرد وكل شاب يستطيع الحصول على قطعه ارض ويستثمرها. هو ما عندوش وقت فاضي، عندنا بعض الافراد مثلا مهندس ولا دكتور ما عندوش وقت فاضي ان هو يقوم بزراعتها. احنا عندنا العماله، عندنا مهندسينا، عندنا الاشراف والمتابعه بمنتهى اليسر والسهوله. كمان النهارده احنا بنزرع حاجات، يعني مثلا احنا من ضمن المشاريع عندنا عاملين مشروع زيتون مخلل وزيت، ده من الحاجات اللي تعود وفي تيسيرات من اداره الشركه. يعني لمده ايه طبيعه المشروع ده؟ طبيعة المشروع ده ان احنا بنزرعه زيتون. ايه الخدمات اللي بتقدمها الشركة؟ رقم واحد، قدمت على دخول الكهرباء، بالفعل دفعوا الفلوس، بتخش الكهرباء قريبا ان شاء الله خلال 6 شهور. الحاجة التانية ان عشان نخدم المشروع نفسه انا بنعمل لهم محطة تحلية مياه شرب لتصلح للشرب الادمي عشان نوفر له مية الشرب، التصليح بالليزر
ثم زراعة الأرض زيتون ويستلمها مزروعة كمان يعني حاجة. يعني الأشخاص أو اللي هم أشخاص اللي بيشتروا هم بيستلموا الأرض منزرعة منزرعة زيتون سواء سواء زيتون مائدة أو زيت زيتون. الحاجة الثانية إن شاء الله بإقامة مصنع بالفعل في عندنا مصنع لعصر زيت الزيتون وإن شاء الله كمان في مصنع تاني هيتعمل بإذن واحد أحد يا رب. وكمان حاجة من ضمن الأوفر اللي عمره رئيس مجلس إدارة إن نقدم 3 سنين مجانا ليه عندنا بشاير في 3 سنة فترة سماح عشان نشجع الشباب تنتج عشان هو ممكن يقول لك طب أنا بقى لسه هدفع وتاع لا إحنا يا عم ادينا لك سنة واثنين وثلاثة إحنا بنقوم بالمصاريف دي عشان نشجعك ونقول لك اشتغل وانتج في بلدك. هل الاستثمار في الأرض الجديدة بالنسبة لكم أنت أو بالنسبة لغيركم بيقتصر على المستثمرين اللي هم ممكن يشتروا مساحات كبيرة من الأرض ولا ممكن يشمل الأسر والعائلات؟ نفرض أني واحد معه مبلغ ماله وعاوز يستثمره في أنه يكون ليه مكان هادي يستجم فيه في فترة زي الفترة اللي احنا بنعيشها دي وكله بيهرب من القاهرة لأماكن تانية، فهل ده متاح للمستثمرين فقط ولا لكل الناس؟ الحقيقة أستاذ شعبان للمستثمر والأفراد. الحاجة الثانية إن بالنسبة للاستثمار في داخل الأرض زي ما أنا قلت لحضرتك ده بيعود بعائق كبير على الفرد ذاته أو الشركة اللي هتيجي تاخد دي يعني بتدر عليها عائق كبير من زيت الزيتون أو المخللات. شوف حضرتك النهاردة زيت الزيتون في السوق بقى بكام، الزيتون بقى بكام النهاردة. كمان في حاجة بتتوح لي إنه يزرع تحت الشجر محاصيل حقلية بتساعده إنه بياكل حاجة أورجانيك من أرضه نفسها. تمام. طب بالنسبة بقى للفوائد الاقتصادية الخاصة بالمستثمرين في الأرض الجديدة، يعني دايما الاستثمار في الأراضي الجديدة بيكون يعني مكلف جدا بالنسبة للناس، سواء تسوية الأرض سواء المية سواء الكهرباء سواء الزراعة نفسها، فهل ده تغير دلوقتي ولا لسه مازال هناك الكثير من العوائق اللي ممكن تواجه المستثمرين في الأراضي الجديدة؟ النهاردة من الحاجات الجميلة اللي بتقوم بها الشركة حضرتك بتسلموا أرضه مزروعة، احنا اللي بنعمل الابيار، احنا بندي شبكه الميه، بوصل له محبس ميه على ارضه، يعني العمليه فيها يسر. الشغل العلمي اللي احنا بنشتغله والتسويه، طبعا اي شغل في الجبل فيه عقلانيه ودراسه مشروعات والعمل يعني يمر على نسق وبترتيب، ده بيؤدي الى عدم غلو في التكاليف. يعني هي التكاليف، ودايما المستثمر اللي رايح يستثمر في أرض أو مثلا مزارع جاي يزرع في أرض الجبل لازم يستعين بإدارة المشروعات علشان ما ينفقش أكتر من اللازم يعني يبقى فيها نواحي اقتصادية أو ينفق فلوس طبعا في أمور يعني غير لا تستحقها طب إيه أبرز الحاجات أو أبرز المحاصيل اللي بتنزرع في الأراضي الجديدة ومدى جدواها؟ يعني أنت ذكرت حضرتك الزيتون، لكن إيه باقي المحاصيل اللي ممكن تنزرع أو نزرعها في الأراضي الجديدة ويكون لها عائد مجدي وتكلفتها أو المستلزمات اللي بتحتاجها بتكون أقل؟ حضرتك إحنا قلنا رقم واحد الزيتون تكلفه قليلة، رقم اتنين إنه ممكن يزرع تحت الشجر زي التوم زي البصل زي الفلفل زي البتنجان زي كده حاجات لنفسه وتسوق. عندك رقم اتنين النخيل بكل أصنافه، البرحي والمجدول والأمهات والزغلول إلى آخره. عندنا كمان من المحاصيل الجميلة اللي تكلفتها بتكون قليلة جدا التين الشوكي. التين الشوكي النهاردة ما عادش يعني كان معروف لدى الناس إن التين الشوكي لا يدر دخل، النهاردة فدان التين الشوكي لو استثمر صح واستغل صح بشغل علمي فدان التين الشوكي يتراوح من 60,000 ل 80,000 جنيه في السنه. ده الانتاج بتاعه. الانتاج بتاعه. حضرتك النهارده بعض الناس بدات تزرع التين الشوكي وتربي عليه الجمال. لان لما فيه من قيمه غذائيه عاليه. ازاي تربي عليه الجمال يعني؟ تربي عليه الجمال بياكل الـ 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 بياكل التين. التين الشوكي. التين الشوكي الالواح بتاعته. طب بالنسبه للنخل بقى، النخيل البرحي والمجدول، خاصة ان في مشروع انتوا شغالين فيه في غرب المنيا. طبعا احنا قلنا النخل البرحي
وعرفنا ان الفدان بيتراوح فيه من 60 ل 65 نخله. النخل البرحي من المشاريع الاستثماريه العاليه. احنا بنستفاد منه في اكتر من حاله. رقم واحد، النخل بصفه عامه ما بيحتاجش لمياه عاليه. الحاجه اتنين، في اي ارض بيتزرع بتحمل درجه ملوحه لحد 4000 جزء في المليون. الحاجه الثانيه، الفسائل اللي بتنتج حوالين النخل دي بتتباع بفلوس. يبقى انا عندي بستغل الفسائل الجانبيه، عندنا فسائل كمان، وعندي انتاج من النخل البرحي. طبعا احنا عندنا في السنه الاولى والثانيه والثالثه بيبدا انتاج النخل البرحي، بيبتدي من 50 كيلو ثم يتوالى 50 100 120 150، حتى اعلى انتاجيه في النخل البرحي بيوصل لحد 500 و600 كيلو. طبعا اسعار السوق النهارده زي ما انت عارف حضرتك، وان شاء الله تعدي الازمه ويبدا يتصدر منتجاتنا ان شاء الله تاني وتالت، وده بيدر علينا عمله صعبه. الحاجه الثانيه، السوق المحلي النهارده بيستهلك كميات كبيره من طبعا النخيل البرحي. الوضع في غرب المنيا دلوقتي طبعا، يعني عاوزين نعرف من حضرتك، هل الناس بدات تزرع وتشتغل في غرب المنيا وتبقى بالفعل عاصمه مصر زراعيه ومدينه زراعيه جديده؟ حضرتك النهارده يا استاذ شعبان في مشاريع صوب زراعيه مزروعه خيار وفلفل، عندنا المحاصيل الزيتيه الجديده، عندنا النخل البرحي، الزيتون، في محاصيل حقليه زي القمح والفول مزروع، الشعير. طبعا الصوره اتغيرت تماما من بعد زياره وزير الزراعه الاسبق لهذه المشاريع سابقا. يعني لو في نصايح ممكن توجهها للمستثمرين في الاراضي الجديده خاصه الشباب، ايه ابرز النصايح اللي ممكن توجهها لهم؟ انا بنصح اي شاب ما تعتمدش على الوظيفه. نفكنا شويه من موضوع الروتين والوظائف. النهارده انت سنك صغير، ابذل مجهود شويه واتعب شويه، هتلتقى نفسك الدنيا تبقى ماشيه معاك كويس. ما حاول يبقى عندك نوع من دايما اسال، واسال اهل العلم والخبره فيما يخص الاستثمار في الاراضي الجديده. استثمار في الاراضي الجديده، عنده محاصيل زي ما انا قلت لحضرتك، المحاصيل الفاكهه، في محاصيل الخضار، عندك مزارع الدواجن في المنطقه في غرب المنيا، في وادي النطرون برضو. نخرج بقى بمزارع الدواجن من الدلتا الى غرب المنيا لوادي النطرون للمغرى، لان ده بلا شك حتى انتاج الدواجن او انتاج المواشي هناك مع الجو بتتغير وبتدي انتاجيه عاليه جدا، ومدى التحول الغذائي فيها بيبقى عالي جدا. حتى انتاج البيض في المزارع ده انتاجه بيبقى اعلى. ليه؟ لطبيعه الجو والمناخ. التزاحم في كل حاجه، التزاحم في كل حاجه حتى في البشر زي ما احنا بنقول بتبقى مشكله. صح. حضرتك كمان في نقطه يا استاذ شعبان عايز اقولها، النهارده حتى انت ما بتاخد ارض، النهارده رخيصه الارض، طب تعظيم الارض بعد سنه واثنين وثلاثه وخمسه وعشره هيبقى سعر الفدان كام؟ فعلا. انا بشكر حضرتك جدا مهندس فارس سعيد استشاري زراعه بشركه ابرولاند، شكرا جزيلا لحضرتك. احنا معانا الدكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه بجامعه المنوفيه. دكتور محمد ازي حضرتك؟ انا بيك يا تعبان بيه. في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها، الظروف الصعبه دي، يعني كنا عاوزين نعرف من حضرتك ايه فوائد الزراعه الحيويه الاورجانيك خلال الايام دي؟ انا بحييك والله جدا على السؤال، وعايز ابعت لك يا استاذ شعبان مقال مرجعي مشروع منظمه الصحه العالميه بالتعاون مع الجمعيه الامريكيه للتغذيه. الامريكان مطلعين تقرير من يوم 26 مارس، من يوم 19 مارس، ونقحوه كمان 26، بيتكلموا ان ايه وسائل التغذيه العضويه اللي تقي المواطن من كوفيد 19 او فيروس كورونا. للاسف اللي طبق دي الالمان قبل الامريكان، يعني اللي عمل دي وسموها حاجه اسمها مناعه المجموعه او مناعه البوبوليشن الالمان بيتكلموا ان عندنا اربع مصادر للحمايه من فيروس كورونا. الاربع مصادر دول بالترتيب كده، فاكهه بمواصفات اورجانيك، وحددوا انواع الفاكهه، التفاح، الموالح، من خضار البروكلي، البطاطس، البصل، الثوم. من انا بقرا لك حتى من التقرير كمان،
نوعيه من الملك اسمه مصور ملك اللي منوط بيه بكتيريا اسمها بروبيوتيك بكتيريا، تخلي الجسم يكون اي جي جي اجسام مناعيه واي جي ام اجسام مناعيه. الالمان لو خدت بال حضرتك يا استاذ شعبان بيعترفوا دلوقتي ان هم من الناس اللي عندهم اصابات عاليه جدا، بس نسبه اميوريشيا نسبه الشفاء قد تصل ل 90% من عدد الاصابات الالمان لوحديهم. اه فعلا فعلا. وانجيلا ميركل لو خدت بالك لما دخلت الحجز الصحي شفيت بعد 5 ايام. انجيلا ميركل اللي هي المشاركه الالمانيه لما رغم ان هي في سن كبير يعني. اتفضل. رغم انها في سن كبير. سن كبير بس خد بالك لان الالمان هم ملوك التدبير العلاجيه. لما دخلت الحجر الصحي الالمان عملوا برنامج لانجيلا ميركل 5 ايام ينفعوا جهاز المناعي بالتغذيه بس، وتغذيه من كلها اورجانيك. انا هبعت لك داتا نفسي انت تنشره كمقال صحفي، وانت صحفي محترم جدا ربنا يخلي حضرتك يا دكتور وليك اسم كبير وانا بحييك في مسيرتك الصحفي قبل الاعلامي كمان. فالحاجات دي عايزين نعممها لعموم الناس. طب تنصح حضرتك يا دكتور المواطنين او المصريين بايه في الفتره دي فيما يخص الزراعه الاورجانيك او السلع الغذائيه الاورجانيك؟ قدامنا بعض المصادر من الفاكهه والخضار ومصادر البروتين، ونبعد عن السكريات عشان بسرعه تكاثر الفيروس جوه جسم الانسان. كل ما بعدنا عن السكريات اللي هي السكروز، السكر بتاع الاكل بتاع الشاي اللي بنسميه سكر الصغير. سكر العادي. ده من ضمن مشاكل سرعه تكاثر الفيروس. وانا هبعت لك تقرير مصور، انا كان نفسي قبل الحلقه ابعت لك الحاجات دي. سرعه تكاثر الفيروس في النصف العلوي من الرئه في اول 5 ايام، وازاي بيحصل عدوى، ايه الاغذيه اللي لما نتغذى بيها زي كل انواع عصاير الفاكهه بس اورجانيك بدون مبيدات، عصير الطماطم بدون مبيدات، الخس. والناس يا دكتور الناس هتعرف فين اللي بدون مبيدات ده؟ كل حاجه بمبيدات دلوقتي. انا استاذ شعبان خلاص نروح الحقول الارشاديه يا فندم اللي تبع حضرتك بقى. والله العظيم احنا نيجي لحضرتك المنوفيه. يا فندم بيشرفني. احنا عندنا عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا حوالي 110 طن بطاطس اورجانيك. احنا عامل جزء منها زكاه علم نوزعها على الناس، عندنا عندنا كده خالص 110 طن. طيب يا دكتور احنا يعني انا بشكر حضرتك ان شاء الله، وهنطلع لتقرير من احد الحقول اللي بتزرع اورجانيك بالفعل، هنشوف فيها ازاي الناس بدات تفهم، المزارعين بداوا يفهموا يعني ايه زراعه اورجانيك، وازاي الناس بدات تمشي في هذا الاتجاه. وكمان ياكد كلام حضرتك، هنطلع نشوف التقرير من احدى قرى محافظه الغربيه، ازاي احد المزارعين نجح في زراعه البرسيم بزراعه حيويه اورجانيك، وطول البرسيم عود البرسيم الواحد وصل ل 2 متر. هنطلع نشوف تقرير وان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل 9 مساء، انا ومعكم شعبان بلال. احنا النهارده في تجربه جديده وزراعه جديده، زراعه البرسيم في مركز قطور بالغربيه، تجربه للزراعه بالسماد الحيوي نوفا بلس. معانا الحاج حسني فهمي، اهلا بحضرتك يا حاج. يا اهلا بيك يا حضرتك. احنا النهارده في محصول برسيم ومحصول اساسي في في تربيه المواشي بالنسبه لكافه المزارعين. انا عاوز اعرف من حضرتك تجربه زراعه بالسماد الحيوي، ازاي استفدت منها؟ الانتاج بتاعك، عدد الحشيات، النمو الخضري، طول العود بتاع البرسيم، الفرق بينه وبين الزراعه العاديه بالكيماوي وبالاسمده العاديه. لا هو الفرق شاسع، فرق كبير. البرسيم العود طوله حوالي من 150 ل 160 سم. وحلو الارض دي تالت حشه في البرسيم. دي التالته. وكويس وبيقاوم البهايم حلو وبيزود اللبن. وحلو خالص. هو ده المحصول بتاعي. طب انت دي اول سنه تزرع بيه ولا انت لا مجربه قبل كده. مجربه، دي تاني تجربه ليا في البرسيم.
تاني تجربه وباخد من الارض 5 طبطن 6 طبطن برسي. طب يا حاج انت عرفت ازاي اصلا وصلت ازاي لمنتج نوفا بلس؟ ازاي وصلت للدكتور محمد فتحي سالم؟ وصلت له عن طريق الاستاذ حسن والاخ سامح. وصلت له عن طريقهم وهم اللي جابوا لي الدواء لحد البيت النوادي وانا رشيته، اما قبل كده كنت بنزل بشتريه. وهم اللي جابوا الدواء وانا مشيت بتعليماتهم زي ما قالوا بالظبط. سميت البرسيم بيه من الاول وهو حب. ورجعت حطيت في الزجيه ورجعت حطيت في الغسل وخلاص على كده وماشي كويس خالص. دي طالت بطني من نفس على نفس الدواء. طب بالنسبه يعني احنا عدينا بظروف جويه زي مطر وزي سيول وامطار غزيره، ازاي البرسيم بتاعك كان مختلف في مواجهه الحاجات دي؟ ما فيش عفن في الجذور بتاعته كانت كويسه فيه؟ لان هو كان ما شربش، ما رويناهش مية. احنا زجينا البرسيم ده 3 ريات بس ما فيش غيرهم. الزجية ده على المحياة وزجية الغسلة والزجية الثالثة بعدها وما زجناش الزجية الرابعة واحنا بنأكل في طالت بطنة. واحنا النهاردة في شهر كام؟ احنا النهاردة 18/3 وما زجناش غير 3 زجيات. بالنسبة للمزارعين حواليك، هل حد سألك على المنتج ده جبته ازاي؟ وهل حد حب يستفيد او يكرر نفس التجربة بتاعتك؟ والله لسه ناس بتسأل وناس بتقول انتوا جايب الدواء منين؟ لسه بيسألوا وعايزين يشوفوا التجربة ويشوفوا الأرض قدامهم معديين عليها رايحين جايين. هم بيسألوا على التجربة بتاعت البرسيم وتجربة البرسيم كويسة وناجحة. ناجحة كويسة. شكرا جزيلا لك يا حاج حسن. أمرك يا باشا. العافية. سامح يوسف احد موزعي منتج نوفا بلس اللي بتنتجه شركه رويال جرين تكنولوجي. اهلا بحضرتك في برنامج من سازرع المليون. النهارده عاوز اعرف من حضرتك مدى تفاعل واقبال المزارعين في مركز قطور بالغربيه على منتج نوفا بلس، ومدى يعني تفاعلهم او استجابتهم لشراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بدانا مع الدكتور محمد التجربه تقريبا من 4 سنين عدوا، وكنا في البدايه مستغربين الموضوع كفلاحين، وبعدين بدانا بنسب بسيطه والحمد لله دلوقتي بقى شيء عادي جدا والفلاح بقى بيقبل عليه بشكل متميز جدا، وزراعتنا اختلفت عن الزراعات العاديه بشكل واضح وملحوظ قدام كل الفلاحين. بقت التجربه بتاعتنا هي الدليل على الشغل بتاعنا وارضنا وشغلنا على الارض الواقع في الزراعات المختلفه، هي الفيصل بيننا وبين الشغل العادي بالشغل الكيماوي. والحمد لله وصلنا للسنه اللي فاتت لثمان حشات في البرسيم، ووصلنا لارتفاع البرسيم في الحشه الواحده 180 سم و2 متر، وده شيء مش طبيعي في الشغل العادي. ده شيء بالنسبه للبرسيم او الفلاح شيء اعجاز علمي، علاوه عن ان البرسيم اللي احنا شغالين عليه بالسماد الحيوي بيرفع انتاجيه الحليب بشكل كويس جدا وهو ملحوظ. الحاجه الثانيه في البرسيم ان هو بيعالج مشكله التفويت في العشار في المواشي وخصوصا الجاموس، والحاجه بعد كده برضك بيزود نسبه الدسم في والبروتين في اللبن ذات نفسه اللي بتتغذى المواشي بتاعته اللي بتاكل برسيم بالمعامل بالنوفا بلس. علاوه عن كده ان احنا وفرنا مساحات كتير في المحصول الشتوي، لان احنا كنا الفدان بيكفي بهمتين او ثلاثه فقط لا غير على الفدان البرسيم المعامل بالكيماوي. دلوقتي الفدان البرسيم وصلنا لثمان بهايم وعشر قطع عروس ماشيه على الفدان الواحد، خلاف ان احنا استغنينا شبه نهائيا عن الاعلاف، ودي شيء نقطه خط حتى تحتها 100 خط احمر بالنسبه للبرسيم. يعني العلف تكلفه الاعلاف بالنسبه لمربي الماشيه دي خط احمر بالنسبه لنا، هي لوحدها بتتكلف حوالي 50% من تكلفه الثروه الحيوانيه، فما توفرها للفلاح فبالنسبه لنا ده اعجاز. علاوه ان احنا البرسيم بيتنوا اخضر وحيويته عاليه طول الموسم، بدا من شهر 10 اللي احنا بنزرعه فيه لحد شهر 6 بيتن البرسيم، البهايم بتقبل عليه بشكل كويس جدا بتستسيغه، بيعمل عمليه تحويل كويسه جدا في اللحم. ده طبعا يعني انجاز بكل المقاييس العلميه، ما كانش حد متوقع ابدا ان احنا نطلع عجول تسمين عارف لحد 400 كيلو على البرسيم الاخضر. مهندس سامح، طب بالنسبه للتكلفه، يعني
بالنسبة للتكلفة الخاصة بزراعة مثلا فدان مقارنة بالتكلفة العادية؟ لا احنا لما نيجي نتكلم عن التكلفة والشق المادي احنا بنكلف تكلفة اقل من نص تكلفة الكيماوي. يعني الفدان البرسيم في الشغل الكيماوي العادي بندي 10 سوبر اشكار النهاردة ب70 جنيه، ونرجع التاني ندي كل حشة اشكارة نطرات لفدان البرسيم احنا استغنى عليها دي كلتا واقتصدناها في جيركنين اتنين، نوفا بلس عام، نوفا بلس متخصص برسيم وجيركن ناعت، وعلى كده طول السنة البرسيم بسم الله ما شاء الله مش ملاحقينه حش. والتجربة هي خير ودليل قدام الفلاحين بحال يعني، وعندنا المتر الواحد المتر في متر لما بنيجي نحش في البرسيم الورا ده اقل شيء يزن 10 كيلو، اما تيجي تحسبها 10 كيلو في 4000 متر يعني 40 طن في الحش في 7 حشات او 8 حشات، يعني عدينا تقريبا ما يقرب من 320 طن الفدان ده، يعني بنقول انتاجيز 5-6 فدادين برسيم، وده طبعا ده يعني اصحاب العول تميز ايه الفرق بين الشغل الكيماوي والشغل بالنوفا بلس، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه ممتازه. بشكر حضرتك كده يا باشمهندس. تحت امرك جميعا، تحت امرك جميعا. كل العالم